بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سؤال وجائزة. سؤال هذه الحلقة: لماذا سميت أبو ظبي بهذا الاسم؟ هذا البرنامج برعاية تعرف عليك؟ فهيد حمود الرشيد طلابي. فهيد حياك. يا مرحبا. شلونك؟ خير الله يسلمك. كيف الأجواء؟ والله بشر الحمد. أمورك تمام؟ أبشرك الله. شلون السوق معكم اليوم؟ ما شاء الله تسوقون؟ إي والله الحمد لله. ماشي برمضان المبارك. ما شاء الله. إي والله. فهيد مع هالأجواء الحلوة بيعطيك جائزة، زين؟ نعم. تقبل الجائزة؟ ما في شك أكيد. تستاهل. بعطيك سؤال، من خلال السؤال تقول لي وش ال تعطيني الجواب، واضح؟ السؤال يقول لك: لماذا سميت أبو ظبي بهذا الاسم؟ تعرف مدينة أبو ظبي؟ معروف الإمارات. الإمارات، حلو. ليش سميت أبو ظبي بهذا الاسم؟ تكاثر فيها الظبي أو صيد الظبي أو... عندي خيارات. عطنا خيارات. تبي خيارات؟ اي نعم. لكثرة نسبة لقبيلة طبية، لكثرة الظبا فيها، أو نسبة لحاكمها ظبي بن سعد. في قبيلة تسكن أبو ظبي اسمها قبيلة الظبية، فيها ظبا كثير نسبة لكثرة الظبا، أو نسبة إلى حاكمها ظبي بن سعد. لا، القبيلة، أعتقد القبيلة. قبيلة الظبية. أي نعم، قبيلة الظبية. نعم، قبيلة الظبية تسكن أبو ظبي. تسكن أبو ظبي. نعم، قبيلة الظبية. ظبي. نعم، حصل الجواب إن شاء الله صح. ما أدري، أنت متأكد من الإجابة؟ اقول ان شاء الله. مرت عليك؟ لا والله اول مره تمر علي، بس اقول ان شاء الله انها صح. اي نعم، نسبة لقبيلة الظبية. اي نعم. نستبعد الاجابات الثانية، لكثرة الظبا فيها ونسبة لحاكمها ظبي بن سعد. والله انا اول مرة، يعني اول مرة يعني ابو ظبي كذا بالطريقة هذه. انا اقول في قبيلة تسكن. انا اقول نسبة القبيلة. اها، اي نعم. جواب اخير؟ جواب اخير. نهائي؟ نهائي. مرة؟ مرة. ما تغير؟ والله عاد ما ندري، انا عاد عندكم يعني. لا، انا اعطيتك الخيارات بس، تبي تثبت ولا لا؟ ثبت خلاص. قلت اسمك فهد؟ ايه، فهيد حمود. فهيد. ايه ابو حمود، كل عام وانت بخير. وانت بخير. طبعا اجابه غير صحيحه. الله يوفقك. كل عام وانت بخير يا فهد. وانت بخير. شكرا لك يا فهد. الله يعطيك العافيه. شكرا. عندنا ثلاث خيارات ومعنا احد المتواجدين، تعال بالله لو سمحت. حياك الله، نتعرف عليك. الله يحييك. اسمي عيسى محمد الغليقه. عيسى؟ عيسى محمد الغليقه. حياك الله يا عيسى، تعال. شو اسمك انت يا شاطر؟ أنس. أنس، كيف حالك يا عيسى؟ الله يرضى عليك. سلام. كل عام وانت بخير. انت بخير. سمعت السؤال؟ اي نعم. السؤال: رحت ابو ظبي اول شيء؟ لا والله ما رحت. تعرف وين تقع مدينة ابو ظبي؟ اي نعم. وين؟ الامارات. ممتاز. ابو ظبي له سبب تسمية. وش السبب التسمية؟ انت قلت خيارات. أعطيك خيارات. يعني اذا ما في خيارات ما تقدر تطلع. لا عشان نشوف الاجابة اول، يلا اذا في خيارات. عجبتني. يلا، يعني كذا مستعجل الجائزة انت ولا لا؟ لا، عطنا خيارات نبي. ابشر. طيب، سميت ابو ظبي بهذا الاسم نسبة لقبيلة ظبية، او لكثرة الظبا فيها، او نسبة لحاكمها ظبي بن سعد. كثرة الظبي فيها. ما ادري. نعم. انا ما ادري، انت متأكد؟ ايه. حلو. نعم. واثق من الاجابة؟ واثق ان شاء الله. ما هو نسبة الى قبيلة ظبية؟ نقول ان شاء الله كثرة الظبي. ما شاء الله. ما تبي؟ خلاص ثبت يعني؟ اي ثبت. ممتاز. محمد، اجابة ابوك صح ولا خطأ يا انس؟ اجابة ابوك صح ولا خطأ؟ صح. صح. صح؟ انت تاخذ الجائزة ولا هو؟ انت تاخذ الجائزة، قول انا اخذ الجائزة. مبروك يا عيسى، اجابتك صحيحة. سميت ابو ظبي بهذا الاسم نسبة او لكثرة الظبا فيها. مبروك. طبعا انت الاجابه هذه كانت عندك من قبل ولا؟ لا، معلومه. ما شاء الله. ربحت معنا جائزه.
مقدمة من بلاك روز الكوش الأفراح، إن شاء الله نشوفك عريس. كذلك هدية مقدمة من جودة العود للعطور العود والعنبر والعطور. كمل والعطور. العطور الشرقية. كذلك ربحت معنا قيمة مشتريات من كيوت للعطور، وربحت معنا قيمة مشتريات من الحسون سنتر. عيسى كلامك بخير. بخير الله يبارك. شكرا، اشكركم على اللقاء، واهني الوالدين بمناسبة شهر رمضان الكريم، وكذلك خادم الحرمين الشريفين الشعب السعودي، اسال الله عز وجل للأمة التوفيق والسداد، وكل عام وانتم بخير. شكرا لك محمد. اياك مع السلامة يا انس. خذ الجائزة يا انس. ها يلا كل عام وانتم بخير. شو اسمك؟ سهل. ممتاز يا اسامة. ايش تقول يا اسامة؟ سهل. ايوه وجهك هنا، يلا سوي حركة على الكاميرا حبتين. ها تقول نحب كم يعني؟ ممتاز. هذه طبعا هدية من الحسون سنتر، قيمة مشتريات لك يا حبيبي، واضح؟ وين تروح للحسون خلاص؟ ايه عطنا واحدة ثانية بعد يستاهل، بعد واحدة من الفقيه تستاهل، واحدة من وين؟ من كيوت. هذول كلهم لك يا أسامة، واضح؟ الله يحفظك. يلا مع السلامة. كذلك أعزائي المشاهدين، لا زلنا متواجدين في في سماح سنتر. حياك الله. حياك الله. كيف حالك؟ بخير الله يعافيك. تعرف عليك؟ أحمد إسماعيل. من وين؟ يمني. حياك الله. يحييك. كل عام وأنت بخير يا أحمد. الله يعافيك طيب عمرك. السؤال يا أحمد، كم نسبة الماء في التمر؟ احنا طبعا برمضان أول ما نبدأ بالتمر، صح ولا لا؟ في نسبة من الماء، كم تقريبا نسبة الماء بالتمر؟ خيارات؟ لا فكر أول. نسبة الماء يعني كيف انا نسبة الماء؟ الماء اللي تشربه يعني في القطار او حاجة زي كذا. ايوه زي كذا. والله هذه شيء على حسب ما يشتهي الانسان، على حسب رغبته. مثلا اذا كان يعني مشتهي المويه يشرب، لازم اول شيء من نص لتر لا لتر. ممتاز. حلو. اغير لك السؤال؟ اغير لك السؤال؟ غير السؤال. اجابتك ما اعطيتني اجابه. تبغى اغير لك السؤال؟ غير السؤال ولا خيارات؟ طيب أعطيك قل ليره. ليره. ورا. ورا. ليره. ليره. قل خمس مرات ورا بعض بدون اخطاء تفاجئ. صعب. قل اربع مرات يلا. ليره ورا ليره. طول صوتك. ورا... يا اخي طول صوتك واجقع الكاميرا. ليره ورا ليره. لا لا خل لجنه التحكيم يسمعونك، طول صوتك. ليره ولا ورا ليره. اسرع. ليره ولا ورا شوف ليره. شوف اقول له قل ليره ورا ليره بس اربع مرات بسرعه، خلونا نسمع يلا. ليره ورا ليره. ريلا ريلا. صعب هذا شوي. لذا كل جرار را را. تحاول مرة ثانية ولا خلاص؟ لا لا خلاص. كلامك خير يا أخي. كل عام وانت طيب. مروان. مروان حياك، إيش اسمك؟ هتفاتي. من وين يا مروان؟ من سوريا. حياك وأهل سوريا. يلا يا مروان عطنا مشاركتك اللي عندك. أرنب إنه مرة جاب الزحوفات، ألا صباح الخير، ألا صباح، ألا راح بعد الصباح، ألا أغربك يا أرنب، بلش المجابة الأكبر. ممتاز. أقرب رجل الأرنوب بسرعة، خليني أنا منام نومي هنيئة، يجد أردد حالة الزلحوفات، مرة راقد خليني أصبح شوي تانية، راقد الأرنب ما غب عيونه. ممتاز. تربح معنا جائزة من مقدمة هدية من جودة العود علشان هالمشاركة والنشودة. يلا ممتاز يا مروان مع السلامة. طبعا سؤال هذه الحلقة، كم نسبة الماء، أو السؤال الجديد هنا، كم نسبة الماء في التمر؟ 20% ولا 30 ولا 33 ولا 40%؟ شو اسمك؟ علي. تحب التمر؟ إيه. كل عام وأنت بخير يا علي. وش السيارة هذه؟ داتسون. شلونها؟ أحمر. ممتاز. كم غمارة؟ اثنين. ها؟ اثنين. غمارتين؟ إيه. يلا علشان هالمعلومات يربح معنا جائزة، علشان بس إن السيارة لونها أحمر تأخذ جائزة يا. شو اسمك؟ علي. يلا علي كل عام وأنت بخير مع السلامة. إيه؟ حياك الله. أبو نوف. نوف. أبو نوف. نعم. كلامك بخير. بخير. شلونك؟ شلون المول معك؟ أنا أقول ما شاء الله شايفينك مروق هناك، والكافي والجو حلوة الشهر الكريم. أبو نوف، إحنا طبعا برمضان دائما نبدأ بداية فطورنا بالتمر، صح ولا لا؟ صحيح. وش أحب أنواع التمر عندك؟
تمر الفرس الصين وأفضل نوع يعني تمر الصين يعني. حلو. طيب أبو نوف ممكن طلب؟ وأنت قاعد تتكلم طول صوتك، هذا الطلب الأول. خليك معي لحظة أبو نوف. طيب. السؤال يا حبيبي أبي أتساعد معك، إن شاء الله تبي تفوز لأنك آخر متسابق معنا اليوم. التمر هذا اللي تقول خلاص اللي عندك ولا سكري؟ في أنواع. أبي اللي عندك أنت. الخلاص. تحب الخلاص. طيب التمر هذا اللي فيه نسبة من الماء، نسبة 20% ولا 30 ولا 33 ولا 40%؟ أتوقع 20%. أتوقع 20%. 20 30 33 40 أتوقع 20 أو أكثر، ما أدري والله. أنا أعطيك الخيارات 20 30 33 40. والله أتوقع إن شاء الله 20. غير أكثر يعني مرة دلوقتي. ما في أقل من 20 أصلا. ها؟ ما في أقل من 20. 20 30 33 40. أنا أقولك أكثر. إيه يعني مرات. إيه ممكن. كم 30 20 30 33 40 يا قليل يا كثير. 40 أقل. 30 أقل. لا أقل. أقل من كم يعني؟ 20 يعني. 20 20 ثابت. 20 ثبت. 20 20 خلاص. شوفني متساعد معك. الله يرضى عليك. مبروك، ربحت معنا جائزة تستاهل. طبعا أعزائي المشاهدين نسبة الماء في التمر 20%، ربحت معنا الفقيق قيمة مشتريات، ومن الحسون سنتر قيمة مشتريات، وكيوت للعطور قيمة مشتريات. كل عام وانتم بخير يا أبو نوف. زين طولت صوتك الحين بعد الجواز، طولت صوتك. انت بخير يا حبيبي. شكرا لك ابو نوف، مع السلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين اسعد الله اوقاتكم، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج سؤال وجائزه من خلال تواجدنا في مركز سماح سنتر في منطقه حائل، معنا احد المتواجدين. حياك الله، تعال لو سمحت. تعرف عليك. وليد الشجاع. وليد الشجاع. يا سلام، اسمك مره حلو وليد. الشجاع. تسلم. روعه الاسم. ها. اي نعم. وشجاع بالاجابات ان شاء الله. ترى بنشوف الحين ان شاء الله. عندي لك جائزه كذا، بوكي ورد كذا. مو لازم الجائزه، نشوفه. يا سلام يا سلام. من وين يا وليد؟ اليمن. تبي سؤال ولا تبي اعطيك كلمه او ثلاث كلمات تقولهن ورا بعض؟ اعطيك كلمه. ممتاز. يلا قل ليره. ليره. ورا. ورا. ليره. ممتاز. ليرة. تاخذ الجائزه خلاص. يلا قل اربع مرات تاخذ الجائزه. عطنا الجائزه. يلا خذ وليد الجائزه. ليره ورا ليره. اسرع من كذا. ليره ورا ليره. وجهك الكاميرا. ليره ورا ليره. ليره ورا ليره. اسرع من كذا. ليره ورا ليره. ليره ورا ليره. تعرف الليره؟ ليره. وش العمله اليمنيه اول شيء؟ الريال. الريال. اي نعم. والعمله السوريه؟ ليره. ليره. ليره ورا ليره. يعني ثنتين ورا بعض. ليره ورا ليره. يلا قل خمس مرات ورا بعض بس. ليره ولا ريره. تعجبني الريره. كل عام وانت بخير. وانت بخير. شكرا لك. الله. يلا شكرا. تعرف عليك؟ علي منصر. علي منصر. من وين؟ من اليمن. حياك الله. يحييك. يلا يا علي، اليوم كل متسابقين من اليمن ما شاء الله، حياكم الله جميعا. الله يحييك ان شاء الله. قل نفس كلام صاحبك، ليره ورا ليره بس اسرع. خمس. ليره ولا ريره. سلام. ليره ولا ريره. ممتاز. الثاني. ليره ولا ريره. احسنت. ليره ولا ريره. ممتاز. ليره ولا ليره. ليله ولا ليره. ممتاز. ليله ورا ليله. عطنا خمس مرات مره ثانيه. اسعد هذه. ليره. ليره ورا ورا ليره. ليرة ولا ليرة. ليرة ولا ليرة. ليلة ولا ليلة. شكرا لك، كل عام وانت بخير يا وليد، مع السلامة. تعرف عليك؟ الأخ فهد دوس. فهد والنعم. من وين يا فهد؟ والله من الرياض. فهد المصور من الرياض. من الرياض. يقول لك شوف هنا يعني وجهك على الكاميرا، المشاهدين يبون يشوفون فهد. كل عام وانت بخير يا فهد. انت بخير ان شاء الله. صحة وسلامة. فهد تبي سؤال ولا تبي أعطيك كلمة مركبة وتقولها أكثر من مرة؟ لا عطني سؤال. خلنا نعطيك كلمة مركبة أحسن. اللي تبي. اللي تبي. اللي تبي أنت. سؤال. لا عطني سؤال. عطني سؤال. عطنا سؤال. طبعاً بعطيك سؤال سهل. تقول لك سؤال سهل. السؤال يقول لك من هو الصحابي الذي تستحي منه الملائكة؟
خامس من في خياره. من هو الصحابي الذي تستحي منه الملائكة؟ أنس بن مالك. ها؟ أنس بن مالك. أعطيك خيارات؟ أعطيك خيارات. اذكر لي الخلفاء الراشدين. أحد الخلفاء الراشدين؟ أنت اذكر لي الخلفاء الراشدين الحين. أبو بكر، عثمان، عمر. أبو بكر، عمر، عثمان، وعلي. رضي الله عنهم. رضي الله عنهم. هذه الخيارات أنت جبتها. أنت تقول أعطي الخيارات؟ إيه. هذه الخيارات. فهد وجهك على الكاميرا بس. عثمان بن عفان أو أبو بكر الصديق أو علي بن أبي طالب أو عمر بن عاص، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عثمان. السودانيين أكثر الأسماء وش يسمون؟ عثمان بن عفان. عثمان بن عفان؟ عثمان بن عفان. عثمان بن عفان رضي الله عنه. أكثر المصريين يحبون أسماء عمر. والله اللي جاب الاولى هو عمر الفاز، بس انا قلت السودانيين ولا انا ما اقول، انا ما اقول السودانيين اشترت اسم عثمان، والله المصريين اشترت اسم عمر. علي؟ لا علي لا، ابو بكر لا، يا عثمان يا ممتاز صح. بس ما اقرب لك الاجابه، قلبي يقول انت استبعدت ابو بكر وعلي. خلاص صح كلامك فعلا. خلاص اذا بين عثمان وبين عمر. اشوف انها ترى الجائزة حلوة. شوف عثمان. شوفه؟ عثمان عفان. من عمر الخطاب ما مشهور من الشياطين يعني. تطلع بطريقه وبطريقه. ها؟ عمر الخطاب. ايوه. مشهور يعني بقوته وكذا، قوة ايمانه وقلبه يعني. الشيطان بطريقه وبطريق، بس عثمان بن عفان تبزان منه. يعني خلاص انتبهت على عثمان؟ اعتقد لانه الزكاة من الزكاة بيت. ها؟ ما ادري تبي اثبت لك؟ ان شاء الله سهل. اثبت لك؟ عثمان ان شاء الله. ان شاء الله. عثمان؟ ان شاء الله باذن. خلاص؟ ان شاء الله. ترى مجرد اني التفت هناك خلاص ما في ما تقدر ترجع بالاجابه. ان شاء الله. عثمان ان شاء الله. الف مبروك. صح اجابتك. ربحت معنا جائزه مقدمه من الفقيه للعود قيمه مشتريات. كذلك هدية مقدمة من الحسون سنتر قيمة مشتريات. الله يطول عمرك، ما تقصر، شاكرين لكم والله. بوكيه ورد من كانك اكتفيت خلاص ولا تبي اعطيك؟ والله عبد الكريم تستاهل تستاهل. كوش بلاك روز لكوش الافراح. الله يطول عمرك. عرف عليك؟ اخوكم صالح الفراج. صالح؟ صالح الفراج. حياك. الله يحييك. كيف حالك يا صالح؟ خير الحمد لله. والامور هذه شو اسمها؟ شو اسمك يا حلوة؟ قولي اسمك. رسيل؟ رسيل. رسيل ها؟ ايش معنى اسم رسيل؟ لا يمكن رسيل يمكن الشلالات اللي تنحل. لا تسمي ولا تدري ايش المعنى؟ ايه. كيف حالك؟ الله يعافيك. كلام انتم بخير. كلام انتم بخير. واهل القناة كل عام وانتم بخير. الله يعافيك. والشعب السعودي حكومة وشعبا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم بالشهر المبارك. الله يخليك. الفراج. عندي سؤال وعندي كلمة مركبة، تبي السؤال ولا تبي الكلمة؟ والله كل اثنين. خلك على الكلمة، ايش رايك؟ يلا على الكلمة. تعرف العملة السورية؟ ايه. وش هي؟ ليرة. ليرة. قل ليرة. ليرة. ورا. ورا ليرة. يا سلام عليك. قلها خمس مرات ورا بعض. بس خمس. ليرة ورا ليرة، ليرة ورا ليرة، ليرة ورا ليرة. ما بدينا احنا بس هذه بروفات لك. يلا. سهلة والله. جاهز؟ يلا عطونا الجائزة. يلا. أعطيك يا مقدم؟ لا لا. يلا نبدأ. توكل على الله. يلا انطلق. لك خمس يا خمس مرات تردد يلا. ليرة ورا ليرة، ليرة ورا ليرة، ليرة ورا ليرة، ليرة ورا ليرة. ما تسرع. ليرة ورا. فراج أسرع. ها؟ أسرع. والله خاف أقتل أسرع، السرعة ما هي زينة. كل شيء محدد. استعجل شوي. عشان تاخذ الجائزة. ليرة ورا ليرة، ليرة أسرع. ورا ليرة، ليرة ورا. انت تبي النقطة أسرع. ابيك تقولها اسرع انا، كذا كل احد يقولها. ايه والله. ليرة ورا ليرة، ليرة ورا ليرة، ليرة ورا. والله مشكلة هالراءات هذه. طيب اعطيك السؤال. عاد راحت الليرة. راحت راحت. الريال طيب. بالله. يلا قل ريال ورا ريال. يلا. ريال ورا. انت اللي بديت. صعب والله. اشوى الليرة اشوى. ها. نكمل معك ولا خلاص؟ لا لا خلاص. تبي السؤال؟ ايوه. اعطيك السؤال. حياك الله. طبعا الفراج هذه كانت مداعبه. يلا السؤال يا طول العمر،
يقول لك ما هي عاصمة مصر قبل القاهرة؟ قبل القاهرة؟ يعني اسم القاهرة قبل؟ ايه بالضبط. كان مصر لها عاصمة، مصر كان لها عاصمة بس غير القاهرة. لا انا اعرف ان القاهرة كانت هي العاصمة بس اسمها غير القاهرة. ايش كان اسمها؟ ما ادري والله. دمياط؟ لا، هذه القاهرة عاصمة مصر حاليا. ايه واضح؟ ايه. لكن مصر لها عاصمة قبل ما تكون القاهرة. ومدينة معروفة الآن؟ ممكن. لا ما أعتقد معروفة. تبي أعطيك خيارات؟ يلا توكل على الله. كانت الفسطط، ركز معي، الفسطط أو القطائع، القطائع أو العسكر. والله يمكن الفسطط، أو الفسطاط. ممكن العسكر. ما أدري والله ما سمعت. ممكن القطائع. انا اقول لك اللي انا سمعت انه الفسطاط. الفسطاط. ايه. ما تبي تغيرها؟ ما 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 اعرفها عشان رسيل. اغير رسيل. رسيل 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 استانس شافتها صارت تلعب. رسيل بابا صح ولا خطا اجابته؟ هاي اذا قالت صح نعطيك صح، اذا يلا يلا خلت تقول قولي صح. ها صح ولا خطا؟ طبعا انا بالنيه. صحيح فراج. ها ايه. فراج مبروك اجابتك صحيحه. الله يبارك فيك. ما هي عاصمه مصر قبل القاهره؟ كانت تسمى الفسطط قديما، كانت تسمى الفسطط. مبروك ربحت معنا جائزه مقدمه من كيوت قيمه مشتريات للعطور. باقي جوائزنا لسه ما خلصت. ما هو كله اللي خلوا الغيري. الحسون سنتر تستاهل. الحسون سنتر. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير واشكر لكم اللقاء هذا. احنا كنا بنعطيك جوائز زياده بس انت تقول خلوا الباقي لل خلوا الباقي الغير. يا سلام الموفقين ان شاء الله. جزاكم كل عام وانتم بخير. شكرا لكم. كل عام وانتم بخير. مع السلامه. مع السلامه. هذا البرنامج برعايه وصلنا وإياكم أعزائي المشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج سؤال وجائزة. لنلتقي في حلقة الغد. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.